تعرض ركاب باكستانيون على متن الخطوط الجوية العراقية للضرب المبرح من قبل أمن مطار بغداد الدولي، وقد أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية اليوم الثلاثاء توضيحاً بشأن ما حدث في الرحلة المتوجهة من بغداد إلى مدينة كراتشي الباكستانية أمس الأول الأحد، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. وقالت الشركة في بيان أنها تود التوضيح بخصوص ما حدث في الرحلة المتوجهة من بغداد إلى كراتشي يوم الأحد 9 حزيران يونيو 2019، حيث قام عدد من المسافرين وأثناء تحرك الطائرة على المدرج الرئيس للإقلاع بعمل شغب وتدافع داخل الطائرة، مما اضطر قائد الطائرة إلى إرجاعها بحسب قوانين الطيران العالمية إلى مكان آمن وإخلائها من المسافرين حرصا منه على سلامتهم. بينما يقول شهود عيان إن أسباب الفوضى التي حصلت هي مطالبات الركاب بتشغيل أجهزة التبريد على متن الطائرة والتي كانت مغلقة، مما أصاب الركاب بالحر الشديد ودعاهم إلى التذمر. وهنا نذكر أن الخطوط الجوية العراقية منعت من الطيران فوق السماء الأوروبية في قارة أوروبا لأنها لا تملك نظام سلامة وأمان عاليين، أو لا تملكهما في أغلب الأحيان. إذن لا نستغرب أن يطالب الركاب بفتح أجهزة التبريد أو التهوئة في الطائرة، لأنهم طبعا يحتاجون إليها أثناء رحلتهم، وهذا الأمر متعارف عليه في كافة خطوط الطيران وفي كافة الطائرات التي يمكن أن يستقلها أي إنسان. ولكن دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. قبل تعليقات هذا المقطع، نعرفه